الحل بسيط، اللي هو وصدقوني قبل ما اقول لكم الحل، مفيش حل غير كده. انتوا كذابين وانا كذاب ومجتمعنا كذاب، اذا لم يتعلم انه لما يحب يعمل حاجة يعملها بجد، انما تقعد تسمع ويعجبك الكلام ولما تيجي تطبقه تقول مش هينفع. لذلك اللي هقوله لك ده شيء سهل جدا دلوقتي بديل، بس سهل تعمله. انت مش قاعد تتدارس علشان تسمع معلومة علمية هتروح تقولها في درس بكرة في حتة تانية. انت شيلوا الكلام ده من ذهنكم خالص، انت بتتكلم دلوقتي علشان تبقى من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. لازم تتعودوا ان نتبع، ننفذ، نطبق. الحل بسيط، وهو ان انا ما دام عرفت ان هي دي البيئة اللي انا طالع منها وده نبت مجتمعي، ان انا اغير البيئة، اغير ان الشيء اللي انا نبت منه لازم اغيره. ده لازم، ما ينفعش ابقى ابن، طبعا جزا الله اباءنا كل خير، بس انا بتكلم بصفة عامة، ما ينفعش ابقى ابن ابويا وابن امي وابن عمي وابن خالتي وابن جيراني وابن مجتمعي وجاري اللي فوق سمعته بيتخانق مع جاره اللي جنبه عشان كل واحد منهم عايز متر زيادة، لا متر ناقص. زي لازم اشيل البيئة دي خالص، شكرا جزيلا، واصنع لنفسي بيئة جديدة لا تأمرني الا بخير. يا عم الشيخ قول كلام عملي، اجيبها منين البيئة الحلوة اللي لا تأمرني الا بخير؟ ده الصالحين نفسهم مش كتير، ده انت حتى المشايخ يمكن لما تعرض علي 1000 شيخ يعجبني 10 وما يعجبنيش الباقي، جايز اجيبها منين البيئة الحلوة دي؟ ولذلك ده طبعا الكلام ده انا بقوله من غير رد بس عليه دلوقتي، يعني انا لا اقصد اقراره، انا ما بقولك اللي بيتقال. لازم تصنع بيئة اخرى. انا هقولك ايه هي البيئة دي. البيئة دي يا اخواني مش البشر، مش الناس اللي انا عايش بينهم. انا محتاج اخرج بنسبة ما من الحياة اللي انا عايش فيها دي واعمل لنفسي بيئة اخرى خيالية. سمعت واحد مرة من الجماعة يعني المبدعين يعني يقول ايه، يقول عالم نجيب محفوظ، عالم توفيق الحكيم، عالم طه حسين، جو الايام، جو الثلاثية، جو كذا، نحن مش معقول الناس تتغنى بالقصاصين ومنهم المنحرف ومنهم اللي مش منحرف، ولا أتغنى، لا أتغنى بي بديني بمنهجي. عشان كده أنا عايز الناس تعيش الجو بمعايشة 5 أشياء، 5 أشياء. هتعيشهم ازاي دول؟ دول حاجات مش موجودة في المجتمع بتاعنا. أول حاجة تعايش الرسول عليه الصلاة والسلام، أول حاجة، مش ده النموذج؟ ولا بنكسب؟ ولا لقد كان لكم في رسول الله، حضرتك عجبك جمال عبد الناصر، وانت عجبك كارل ماركس، وانت عجبك سعد زغلول، وانت معجب بمصطفى كامل، وانت معجب بفلان، وانت معجب بفلان. طيب هل أنت صادق في أنك مسلم فتريد أن تعرف محمدا صلى الله عليه وسلم الزعيم القائد السياسي الإمام القدوة الرسول النبي الحاكم العادل المربي الداعية؟ هل أنت صادق؟ طب بس لو سمحت أعرفه إزاي؟ شوف بقى هي الوسائل، إما سيديهات، إما شرائط كاسيت، إما كتب وكتيبات، أنزل 2 3 في السوق، أروح المكتبات أنقي حاجات، إما نت، إما إما إما، لان انا مش مطلوب مني اقرا مقال عن الرسول، ده انا عايز اقرا الحواديت بتاعته، القصص واحده واحده، عمل ايه هنا، عمل ايه هنا، عمل ايه، لحد ما اتوحد مع قصصه. ايها الاخوه، هذا اعلان مهم. المقصود بالمعايشه انك لما تسرح تجد نفسك سارح في عالم النبي عليه الصلاه والسلام. 5 حاجات: أن تعايش النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل، وأن تتدارس القصص،
وتتأثر بيه وتفهم معانيه. نمرة اتنين أن تعايش الصالحين. الصالحين قصص الصالحين قراءة برضو واستماع برضو، يعني السلسلة دي عن الصحابة، السلسلة دي عن التابعين، السلسلة دي عن واحد كاتب ناس لقيتهم، وبنشوف ناس كثير من الصالحين في حياتنا موجودين. اقرأ عن الصالحين وعن الصلاح. الشيء الثالث اللي تقرأ عنه، يبقى قلنا تعايش الرسول عليه الصلاة والسلام، تعايش الصالحين، تعايش الآخرة، تعيش عيشة الآخرة. هو أنا هيحصل لي إيه على الميزان؟ هيحصل لي إيه على الصراط؟ هيحصل لي إيه؟ هيحصل إيه للناس اللي على الأعراف، الشبابيك اللي في على السور اللي بين الجنة والنار ده؟ هيحصل إيه يوم البعث؟ هيحصل ايه لو انا عليا دين؟ هيحصل ايه لو انا صليت كويس؟ هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ مش ما هو كلنا عارفين اجمالا اللي يعمل صالح هيخش الجنة واللي يعمل سوء هيخش النار. ده كده الفساد. اذا اقتصرت على الكلمة الثقافية النتيجة النهائية دون معايشة. وعلى فكرة ده سبب الكارثة اللي احنا كلنا واقعين فيها، ان احنا واخدين الدين على انه معلومة زي المعادلة الكيميائية او الجبرية، واحد زائد واحد يساوي اتنين، فبتاخدها كمعلومة لكن مفيش معايشة. إنما في بعض الأحيان، وأنا لا أنسى عند شرح بعض الأحاديث المشهورة المتكررة، واللي بيشرحها نفسه لم يتمالك نفسه من شدة البكاء لما اكتشف فيها كل، بعينه بيقولها كل يوم، إنما لما شرحها المعايشة. فانت مطلوب تعايش الآخرة، بمعنى تعرف منازل الآخرة، تعرف ازاي مين الناس اللي ستمد يد الرحمة الى النار وتستخرجهم ويدخلون الجنة بانهم عملوا ايه، اللي هيرحم ارملة، اللي لازم تعايش وبالتفصيل تحكي الحكاية، وبعدين الصراط وبعدين الميزان وبعدين البعث وبعدين الحشر وبعدين الجنة وبعدين النار وبعدين يعني بالتفصيل وبعدين القبر وبعدين تتكلم في تعايش، مش تاخد معلومات. سيادتك مش واخد معلومات عشان تروح تقولها بكرة في درس تبقى حافظها، لا يا بيه، ده الكلام ده اللي مضيعنا ومخلينا كلنا عاملين حاجة وظيفية تعايشها حقيقة. الشيء الرابع الذي يلزمك أن تعايشه، أن تعايش رب العالمين الله. من هو الله؟ من هو الله؟ ده الكفرة ولا اللي دخلوا جهنم دخلوا لأنهم مش فاهمين كويس، قالوا وما رب العالمين؟ ايه ده؟ مين رب العالمين؟ وما قدر الله حق قدره. طب حق قدره دي اجيبها انا منين؟ انا شخصيا حق قدره، وما قدر الله حق قدره فدخلوا جهنم. طب وانا هبقى حق قدره دي منين؟ ده محتاجة مني شغل جامد جدا. ظنوا بالله ظنا، فربنا قال وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أهلككم أرداكم ضيعكم ظن. طب أنا عايز أحسن الظن بالله، أعرفه كويس، أعرفه إزاي؟ أعايش. طب أعايشه إزاي؟ يا سلام، ده تفسير آيات القرآن اللي بتكلم عن ربنا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مش دي أشهر آية؟ قل هو الله أحد، مش دي أشهر آية؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مش دي أشهر آية؟ اقرأوا تفسير الآيات التي تتكلم عن الله. عايش رب العالمين علشان تحبه، علشان تعرف أنعمه، علشان تعرف سابغ فضله، علشان عينك تدمع وتقول يا رب. شوف الحاجة الخامسة، أنت تعايش، أنا قلت لك هو تعايش الرسول والصالحين من كل الأجيال والآخرة، وتعايش رب العالمين، والحاجة الخامسة والأخيرة تعايش قضايا الإسلام. شوف الناس اللي في الشيشان ولا في كوسوفو، اقرأ قصة اللي عملوه عشان تعرف انك صغير قوي. شوف كشمير، شوف اللي حصل، شوف الأئمة الذين بعثوا الدعوة الإسلامية في بلاد الإسلام. عيش قضايا الإسلام. صدقوني يا إخواني، لو أنك عايشت هذه الأمور الخمس، الله ورسوله وعباده الصالحين
الآخرة وقضايا الإسلام هتلاقي نفسك في بيئة مختلفة. يعني إيه بيئة مختلفة؟ أقول لك بقى، يعني أنا وأنا سني 14-15 سنة راكب أتوبيس نازل من بيتي، راكب أتوبيس رايح المدرسة، والله العظيم لا هتلاقي نفسك بتفكر في بيتك ولا في الأتوبيس ولا في المدرسة، قاعد مسيطر على ذهنك مثلا سعد بن أبي وقاص، انت قعدت تقرأ عنه وتتدرسه وتعايشه وقاعد تتناقش مع اخوانك لحد ما شعرت بعاطفة سعد بن ابي وقاص ده، انه كان عاطفة جياشة كأنها فرشة المدينة كلها، وعرفت عنه فتفضل عايش. هكذا توجد البيئة اللي تلاقي ذهنك بيتعلق بيها، تلاقي املك بيتعلق بيها، تلاقي روحك بتتعلق بيها. لو تعلقت بالصالحين وبالرسول وبالله عز وجل وبالآخرة ومواقفها ستعيش بيئة مختلفة، وانت محتاج تعيش بيئة مختلفة علشان تلحق قلبك، لانه القلب اذا فضل القلب ده ها عامل زي القطنة البيضة. واعملوا لو سمحتوا التجربة دي، مع انكم عارفين نتيجتها، انا عارف انكم عارفين نتيجتها، بس لو سمحتوا اعملوها، اعملوها عشان تشوفوها، اعملوها، وانا كمان هعملها ان شاء الله باذن الله. هات اشتري باكو قطن كده، قطنه بيضه، قطن طبي جميل، وبالله ميه، وحطها في طبق بنور ولا طبق نظيف جدا، عشان اللي ما عندوش طبق بنور، طبق نظيف جدا، وحطها، ستجدها، وسيبها لبكره هتلاقيها قاعده تجمع سواد. القلب ده زي السفنجه على حسب اللي حواليها. وبعدين حط السفنجة دي في أوضة فيها مدخنين وهاتها بكرة شمها تلاقي ريحتها دخان، حطها في أوضة معطرة وهاتها بكرة تلاقي رائحتها عطر. هي كده القلب عبارة عن سفنجة قطنة وضعتها في بيئة، فلا تعرض. احنا عارفين البيئات المحيطة بينا، مش هينفع أعيش في وسط الناس وأنا مش قادر أعيش في وسط هذه الأمور الخمسة. وهقول لكم سر خطير جدا. انتوا عارف الصحابة اول ما بدأت الدعوة الاسلامية ليه كان قيام الليل فريضة عليهم؟ نص الليل او اكتر او اقل شوية فريضة. فريضة اقولك ليه؟ لان القرآن كان باللغة اليومية بتاعتهم، اللغة العادية بتاعتهم، فكان بالنسبة لهم فاهمينه قوي، لغة اللي بيتكلم بيها، وفي نفس الوقت له متعة في بناء اللغوي. أما تقرأ القرآن هتلاقي فيه هذه الأمور الخمسة: يكلمك عن الله، يكلمك عن رسول الله، يكلمك عن أنباء الصالحين من الأمم السابقة، يكلمك عن الآخرة، يكلمك عن قضايا الإسلام، الكفار والمسلمين بيعملوا إيه في بعض. فهو لما يقعد طول الليل أو نص الليل يقرأ القرآن، هو بياخد مدة طويلة عاملة زي الفلتر، زي المصفى يعني، بيصفي قلبه بانه يسمع عن ربنا والرسول والصالحين والآخرة وقضايا الإسلام باللغة التي يحبها، بالموسيقى التي يحبها، فيخرج من الليل اللي قاعد نص الليل. نص الليل ده لما يقل خالص يطلع 4 ساعات، نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يقعد 4 ساعات يتدرس كل ليلة. يا الله، مرة تانية، عشان احنا بنحب اصله الدروشة والوعظ وخلاص. ده واحد بيقعد كل ليلة 4 ساعات يعيش عيشة الناس دول، بدل عيشة مين؟ بدل عيشة قريش، بدل عيشة الكافرين، بدل عيشة المشركين. فيبقوا هم برة عندهم صاحبات الرايات الحمر عاملين بيوت دعارة، وعندهم اللي بيشربوا خمر، وعندهم كذا، وانا بدخل 4 ساعات اتدارس. هو ده اذا كنتوا ناويين بجد ننقذ قلوبنا علشان نعرف نؤسس عمل عمل عمل. احنا مش عايزين نؤسس عمل يكرر انحرافات تاريخية ضخمة في تاريخ الاسلام والمسلمين. عايز تؤسس عمل. قدامك شعبان ورمضان، وشعبان ما ادراك ما شعبان، الشهر الذي يطلع الله سبحانه وتعالى اطلاعه السنوي سبحانه وتعالى عن الزمان، وإنما هكذا ترفع الأعمال إلى الله عز وجل في شهر شعبان من كل سنة.
شهر عرض الأعمال على ربنا ورمضان بعده أدي هدود، ده شغلتك بقى تقعد تبدل البيئة، تبدل البيئة. ما تقوليش البيئة اللي أنا عايش موه دول اللي في شغلي، ما هو أنت قاعد مع مين؟ والله أنا بطول زيادة عن اللزوم، ملاش لازمة، ما أنا عايز أخلص. بس على كل حال أنا قاعد مع زملائي في العمل ما ينفعوش، مع جيراني في السكن ما ينفعوش، مع أبويا وأمي على عيني وراسي، بس مش هو دي التربية الإسلامية اللي أنا عايزها، مع أصحابي في اللي بقف معهم على الناصية مش هما دول، مال فين؟ منين بتجيب؟ منين القطنة؟ منين الرائحة تأتي في السفنجة؟ فلازم يا إخواني تبدل، اعمل معروف، تبدل البيئة. طب امتى يا شيخنا هنعمل الكلام ده؟ يعني احنا اتفقنا هنعرف ازاي الخمس حاجات دول؟ عن طريق زي ما قلت لكم بقى الاسطوانات والسيديهات والديفيديهات والكاسيتات والكتب والكتيبات والمدرسة والقعدة والجلسة كل ده. طب امتى؟ مش بالصدفة ولا على حسب الظروف، لازم عن طريق الترتيب اللي بيسموه الوظيفة، الصوفية يسموها الوظيفة، يعني توظف نفسك عليها، اللي هي أدوامه وإن قل. فالوظيفة يعني إيه الوظيفة؟ يعني لازم تثبت الزمان والمكان، لازم تثبت الزمان والمكان، تقول لي إن أنا كل يوم بعد صلاة الفجر، طبعا يا ريت تبقى الكلام ده الصبح الحقيقة، لا يا ريت. افرض بقى الصبح لا ده انا بصحى متاخر ويا دوبك عمال الحق الشغل، خلاص يبقى بالليل قبل ما تنام، لا ده انا برجع تعبان. اتصرف بقى يا استاذ، انت اختار الميعاد مش انا اللي هختاره لك، العصر، الصبح، الظهر، وبس ايه بقى وانت فاضي. يعني ايه فاضي؟ يعني لما التليفون المحمول يرن مش هتشوف الشاشه مين اللي مش هترد، لا مش هتسمع جرس، لازم تبقى خالي، مفيش حد ينده عليك، روح انزل المسجد 10 دقايق بين صلاتين وقعد كده في جنبه، لازم وقت خالي في خلوة فاضي او في مدارسة ومحدد، ومفيش لا موبايل بيرن ولا ابنك بينده عليك ولا والدك عايزك في حاجة، وانما انت بتقول لهم عن اذنكم انا رايح المسجد وهرجع بين المغرب والعشاء، وتقعد بين المغرب والعشاء في مسجد لوحدك او مع حد تتدارسه، النهاردة سعد بن ابي وقاص وبكرة برضو سعد بن ابي وقاص وبعده برضو سعد بن ابي وقاص وبعده لحد ما نخلصه، وبعدين هنناقش سيدنا موسى ونتدارس، وبعدين موقف الحشر، وبعدين صفة الله الجليل، وبعدين قضية كشمير، وبعدين هكذا. اذا عاش الانسان في هذه القضايا نجا من بيئته.